خط السريع اليوم على طريق الدورة جاي رون سايد ويريد يعبر، يعني هاي صايرة دايرة هاي بس باوع. هاي اليوم على الخط السريع، هاي العالم مشهود. هذا الاستاد، هذا شارع الاميرات اللي يربط من اتجاه نادي الصيد واتجاه سيد الحليب. شوف السايد، شوف وين طابقين، يعني هذا الموديل الجديد، هذا مالي يطبقون بالجانب الايسر، مالي هاي تعليمات من يا دولة جايبيها، النظام هذا منين ما اعرف. طريق بيجي انت وحظك، سايد بيجي يعني السلسلة دفتها سايد يا الالي ويا المولي، شو ناس تمشي جاي، ناس مشي غاد، ناس دبوا على السايد، ناس ما افتهم ليه، انت وحظك، لو تطلع لو ما تطلع. هذا مرور صلاح الدين قضاء بيجي، وينه؟ وين المرور؟ زين زين، هذا شارع كل شيء ما بيه، هاي الوادي جاي تمشي بيه ذاك السايد كل شيء ما بيه، كل شيء ما بيه السايد ذاك. عندك حظ امك داعيت لك بزينه تعبر من بيجي، ما عندك حظ اذا امك ما داعيت لك اليوم تسوى حادث. دراجات رقم سنويا، رقم سنويا، سيطرة كربلاء يقول بس هالكربلة يطبون. يا بليش ماني رقم سنوية وجاز السوق، يقول هاي عندكم في بغداد، احنا بكربلة دولة واحد. هذا مدير السيطرة، يا بشون دولة واحد، مو هاي ارقام وسنوية ورقمنا ومرور وجاز السوق. استاذ عمار، برنامج وقفة مرورية، هاي بالموصل، وين مرورنا نوع عنها؟ هاي ممنوع تمشي على الشارع، شارع توم والله جديد جاي، هو الحادي اللي ما نمشي عليه. تفضل شوف شوف يا مدير المرور، انا الناشد، شوف كل هالعالم ماكو من الصبح لحد النظام، ماكو نظام، ماكو شو سالفة النظام، ما تقول له شو سالفة النظام. هاي شنو والله هاي معناها، هاي هاي شنو معناها الملكات، انتو شنو يعني مستهترين؟ وين مديرة المرور؟ بدهم هاي الشغل؟ تفضل. دول الملكات هاي جاي عندهم هاي فحوط، هاي شيرات كل شيء، كل شيء تلقاهم موزعين شهر، هاي تفضل. عيد عيد المقطع اللي اريده ما ظهر، يعني اهم من مميزات الطريق طرق المرور السريعه ما بيها لا ساحه لا استداره لا تقاطع. ابوي هسه وياك عائله، انت جاي تستير، ايش بيك؟ ايش مالك يا اخوي؟ ايش مالك؟ يعني فهمني، انت عندك عقل وهم رجل كبير مبين. يعني المجازف هاي شنو وياك عائله؟ اذا تجي سياره انتم ثلاثه اربعه يموتون، اذا مو كلكم تموتون. اخوي اذا لوري مردكم مرض، بالاخير هم تقعد تقول ايش دعوه جاي سرعه، هو طريق مرور سريع. يعني حتى الصخر تحكوا والله. زين هنا هاي السيارات يا ريت المرور ولو شارع الاميرات المنصور، يعني بالحار في اشتكوا ناس طلعوا المرور، حتى بالشوارع الفرعيه غرموا قبت العيطه عليهم. هنا شارع الاميرات طبعا هاي راح يكونوا مجبورين خلال الايام القادمه، التحويلات من راح تصير على مود مجسر النسور وانفاق النسور، لازم المرور راح يمنعوها، المفروض يمنعوها طبعا، هي يعني على المسار الايسر ما يصير. اما طريق البيجي فيا مرور صلاح الدين، هذا واجبكم ان تلاحظون هذه الحاله. انا شفت هذا الطريق الظاهر منشا حديثا، لانه لا علامه، الجزره الوسطيه بعدها بس مسوين الرصيف، فاني ما اريد استعجل بحكمي على هذا الشارع. يا ريت بس مرور صلاح الدين تتابعون حاله عكس الاتجاه، لا علامات، لا يعني طريق ما مكتمل بعده جديد، لكن هل الطريق الثاني اذا ما بيشي ليش ما يسلكوه؟ نشوف اللقطات الاخرى طبعا، يعني الله يقول اللي يطلع منها امه داعيت له. الحمد لله، حتى اذا اريد اطلع من ذاك الطريق على الموصل بعد ما اطلع طريق البيجي اطلع من غير طريق. زين لانه هاي واحد اعصابه تحطم منها، كل ساعه واحد يجي لعكس الاتجاه. زين من المقصر اذا صار حادث؟ من المقصر؟ هذا السؤال مطروح الى مرور صلاح الدين. اما نجي الدراجه هنا يقول بها رقم، اخي العزيز هذا المقطع اذا قديم مدير السيطرة الأخ مو من حقه يمشي يحكي هذا الكلام. شنو دولة وانت مو يقول دولة واحد؟ ما أدري هذا الكلام صحته من عدم صحته. دراجة مراقمة ضمن الدولة العراقية تمشي بالقانون، يقولها تمشي مو انت بكيفك، بس الخطوط السريعة اللي منعوا التكاتك عليها وشارع القناة ضمن بغداد البيان صدر، حتى ما منع الطرق الخارجية، ما ممنوع على الطرق الخارجية، اعطيني بيان نص قانوني. لكن إذا كان حديث
لا تنسون اخوان زياره كربلاء مع السيد وزير الداخليه تشوفوا لقاءات يوميه دا يريدونها يوم لان اعداد الله يزيد ويبارك اعداد كبيره قد تصل بس الزائري من خارج العراق الى 5 مليون. اكيد الجانب الامني هنا يفرض نفسه، يمنعون الدراجات، يمنعون سير الدراجات، يمنعون دخول الدراجات، لكن اذا كان الفيديو قديم لا مو من حقه. هذا وقت الزياره، ووقت الزياره هناك اوامر تصدر من الاجهزه الامنيه تمنع هواي امور حتى يتفادون بعض ضعاف النفوس اذا يريد يقوم باي عمل دنيا. اما هاي من الموصل هاي مره يدمر الاشرار ما يبنيه الاخيار، الموصل نينوى شلون دا يبنوا حلو، اشوفه بالفيديوهات مرات شلون النظافه، ايش يجي مثل هذا واحد، هذا انشائيه المفروض يصعد على تريله، يصعدوا على تريله يودوا يمشي على الشارع. هسه يقولوا لي حادي العدله، شنو حادي العدله؟ هاي دمر دمر بنى تحتيه، اذا اكو صب هاي بالرجاج مالته راح تفلش الصب اللي جوا الاسفل، هم الشارع يتحفر بالاخير النقد وين يصير؟ على الجهه اللي نفذت. صيد الكاميرا، البعض يقول انت دا تعرض صيد الكاميرا شنو الحلول؟ اخواني ليش بدنا نعرض صيد الكاميرا؟ من نشرك المواطنين ويانا. مواطنين يشتركون 10 اسبوع الاخ 10 اسبوع الاخ الورا 10، الناس تباوع راح تفكر انه قد واحد يرصده ونطلع بالتلفزيون، هي مو الا بالغرامه. يعني واحد الا بالغرامه، اذا هاي ثقافتك انت مع الاسف اخي العزيز اللي تدور الا الغرامه تتخذ بها حتى تشارك له حتى ما تخالف، هذا خطا يمك مو يمنا، هاي ثقافتك. لكن هنا انا حتى يكون هناك ردع ثقافة دا نثقف الناس يا أخوان، ذولا أنا اللي دزولي هاي المقاطع أحترمهم وأقدرهم، ينفسون عن ما في قلبهم وعسى ولعل يحس المخالف اللي دا يطلعه.